بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقيه تعزيه ومواساه الى فخامه الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديه الصديقه عبر سموه فيها عن ادانته الشديده للهجوم المسلح الذي استهدف سفير روسيا الاتحاديه لدى الجمهوريه التركيه وادى الى مقتله وأعرب سموه عن استنكاره لمثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة والتي تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية ويرفضها المجتمع الدولي، كما عبر سموه عن صادق تعزي ومواساته للشعب الروسي الصديق ولذوي السفير الروسي. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه مماثلة إلى معالي السيد ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي.